المسلم لا يغش الكافر. سويج المسلمان كان سري كافر كي جنا خابي. لا يغش اليهود والنصارى. تو وقتي يهودية كي فاجي، خريستيان فاجي ونا خابي. المسلم ينصح للكفار. مسلمان قريب كافر هر زمان نصيحتي بك. يحب لهم الخير وهو أن يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام. حسبك كي ونرى خريب غزة أو خراجي ونطخ إسلامياتي ده. نحن والله نخاف عليهم من النار. والله أنتبه كافر وجي بلاد ترسل شمكي أولايتك أنا جهنم. ننصح لهم. أم قريب ونرى نصيحتي بك. ولو ماتوا على ما هم عليه هم خالفوا حتى ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. حتى أونا سر ديني خريستيانتي هذا يهوديتي بمرنجي أونا ذكرنا كده أونا خيانتي حضرتي موسى وعيسى ذكر. فلا بد أن ننصح للكافرين. سويش أم قريب ونرى هر زمان نصيحته. ندعوهم إلى الله. أم قريب ونرى جزيري يا رب العالمين.